أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين، معاكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم في أخ عزيز اسمه أحمد سعيد، هو مهندس صوت وملحن. تعرفون انتوا اليامها كل يوم يفاجئونا بشيء، كل يوم نتفاجئ. يعني شوفوا هالمعلومات كلها اللي احنا شرحناها، وبعد ما زلت ان عندي معلومات ناقصة عن هالكيبورد. في أصوات جميلة موجودة في الريجستريشن ميموري جاي جاهز من الشركه. في فيديو انا قبل نزلت انك تروح في اصوات مو موجوده في المجموعه، لكن الحين اكتشفنا ان في اصوات موجوده جاي من الشركه في الريجستريشن ميموري. كيف توصل لها؟ تي عند كلمه الريجستريشن ميموري هذا اللي هو البنك، تضغط على الزايد والناقص ضغطه واحده، مره واحده. شوف لما تضغط عليهم ضغطه واحده مع بعض تطلع لك الصفحه هاي. شوف في شيء اسمه فويس اللي هو الكومبينيشن، وفي بلاي ليست ريجستريشن. اضغط على الفويس اللي هو الكومبينيشن تفتح لك هاي المجموعه. كل صوت من هاي الاصوات يتكون من 8 اصوات في الريجستريشن ميموري جاي جاهزات. يعني الحين انا بضغط على الاسطنبول سترينجز، بعد ما تضغطني لازم تضغطني في ريجستريشن واحد، لازم تضغطني. شوف الحين 8 اصوات هني موجود، مكتوب لك صوت واحد بس هني تحت 8 اصوات. لاحظ رقم 2، رقم 3، يعني منوعي لك 8 اصوات مال اسطنبول سترينج. اذا رحت عند الوتريات، شوف تضغط على الوتريات تيجي هني تحت، لازم تختار تدعس. الحين يفتح معاك 8 اصوات وتريات. الحين نشوف الصوت الاول، اسمعني. تيجي عند القانون والعود، شوف تضغطني تيجي تحت في الريجستريشن، تضغط على رقم 1 يفتح معاك 8 اصوات مثل ما قلت لك. هاي جايين من الشركة. جايين اصوات جميلة، يعني مسهلين عليكم، حاطين لك اصوات عشان تستخدمها في العزف على طول. إذا جيت عند الأكورديون والناي نفس الشيء، واحد عربيك أورغان تفتح معاك 8 أصوات. اسمع بهاي الطريقة حصلنا على معلومة جديدة من الأخ أحمد سعيد الملحن والمهندس. ومع اكتشافات جديدة في الياماها دائما نكتشف كل يوم شيء، وإلى اللقاء.